الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل نفس ذائقة الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. المحترمون السادة أفراد عائلة المرحوم بكرم الله الأستاذ عصام أيت عزام، المحترمون الزميلات والزملاء الأفاضل، تلقينا ببالغ الحزن والأسى وفاة زميلنا المرحوم برحمته تعالى الأستاذ عصام أيت عزام. زميلاتي زملائي، ها هو زميلنا ينتقل إلى جوار ربه ملبيا نداءه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. تم تسجيل زميلنا المرحوم عصام أيت عزام بجدول هيئة المحامين بمراكش بتاريخ 4/4/2019 بعد أدائه القسم سنة 2016. إنه كان مثالا للمحامي الشريف النزيه، والذي كان وفيا لمبادئ الدفاع عن الحقوق والحريات، وسيلته في ذلك مهنته النبيلة. إنه لا مرد لقضاء الله وقدره، إن الموت قدر محتوم لا مفر منه، إنما يصعب الفراق، فراق أناس من طينة المرحوم الذي تحل بحسن الأخلاق، فلم نرى منه إلا ما يتيس الصدر ويسعد النفس. زميلنا الأستاذ عصام أيت عزام، لكم أن تناموا مستقرين صابرين، ولكم منا ومن زميلاتك وزملائك الدعاء الصالح. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان، اللهم اغفر له وارحمه وأكرم نزله وأحسن مثواه، واغسله بالماء والثلج والبرد، وابدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وآنس وحدته، ووسع له في قبره، واجعله له روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن له مدافعا في آخرته بعدما كان مدافعا عبادك في دنياه. اللهم ارزق أهله الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون.